للحديث أكثر عن صراع النفوذ على المناصب إثر النتائج الأولية للانتخابات، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. دكتور نعمة، بداية السلام عليكم. لا تزال الضغوط أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أهلا بك دكتور. لا تزال الضغوط الميليشيات وتهديد قادة الميليشيات باعتصاماتهم وتهديداتهم المستمرة بسبب نتائج الانتخابات، ترى من وجهة نظرك يعني كيف تتوقع أن تكون ردة فعل قادة الميليشيات في حال تبين يعني سقوطهم في الانتخابات أو في النتائج؟ أهلا وسهلا بك ولكل مشاهدي قناة الرافدين، قناة النضال بوجه هؤلاء الطغمة الفاسدة في بغداد. أخي العزيز، كانت صدمة لهؤلاء الذيول بالنسبة لهذه الانتخابات. كانوا يعولون أنه يكونون في المراتب الأولى في قيادة الانتخابات وفي نتائج الانتخابات، ولكنهم بيّنوا لأنفسهم أمام جماهيرهم وأمام الشعب العراقي بأنهم حثالة لا يمكن التعويل عليهم، وكان بمجيئهم الاستعمار وقوى الاحتلال الأمريكي بالصدفة، وأصبحوا يعتبرون نفسهم قادة للعراق، ولكنهم هيهات أن يكونوا قادة. وأثبت لهم الشعب العراقي بانتخابات ولو أنها لا نقول تقريبا نصف نزيهة، ولكن بها نوع من النزاهة، بيّنت لهم حجمهم الحقيقي في المجتمع العراقي. ولهذا أنا لا أفهم في الديمقراطية اللي هم يدعوها أنه قادة يحكمون ويبيعون ويشترون بالبلد، وبالنتائج الأولية يرفضون هذه النتائج لكونها هزيمة لهم. إذن كيف تقول أنها ديمقراطية؟ المفروض بالديمقراطيين أن يقبلون النتائج مهما كانت مرة، وعليهم أن يزيحوا أنفسهم من المشهد ويجعلوا آخرين يكونون قادة حتى يجربوا، ولو المجرب يعني مثل ما يقول غير دكتور مرحب نعمة به في هذه الظروف الحرجة اللي يمر بها العراق. إلى أي مدى ترى أن تلك الضغوط هي للحصول على جزء من المناصب والوزارات؟ حقيقة أخي العزيز، هو هذا هنا مكمن بيت المشكلة العراقية، أن هم يتصارعون من أجل المنافع المادية وليس من أجل المناصب في سبيل خدمة الشعب العراقي، وإنما خدمة ذيولهم وخدمة أتباعهم. ولذلك الحقيقة هي ليست فشل وانكسار لهؤلاء الذيول في بغداد أو في العراق، وإنما فشل وخيبة أمل لجارة السوء إيران التي كانت ولا تزال تعول على هؤلاء الفاشلين في قيادة العراق. ولكن هيهات للشعب العراقي مهما سكن ومهما صبر ومهما تقبل الذل، لكن في النهاية سيثور ويلعن هؤلاء الطغاة ويقذفهم في قاذورات المجتمع. العراق يعاني من يعني تراجع في جميع مناحي الحياة، ليست هناك يعني قطاع إلا ويعاني ما يعانيه منذ عام 2003 وحتى الآن، مع العلم أن الميزانيات ميزانيات كبيرة. يعني من وجهة نظرك ترى ما هي الأبواب التي ممكن أن تتربح منها الميليشيات من خلال هذه المناصب التي تسعى للحصول عليها أو للحفاظ عليها؟ أخي العزيز، أبسط شيء أنه وزارة النفط، هذه أبسط شيء. أبسط شيء المنافذ الحدودية، أبسط شيء أنه الاقتصاد، أبسط شيء وزارة الصناعة. هم أينما حلوا يحل الدمار، لأن هم ليس لديهم أي خبرة في إدارة الدولة، وإنما لديهم خبرة في سرقة العراق، في سرقة الوزارة، في سرقة الأموال العراقية،
وليجعل الشعب العراقي يذهب إلى الجحيم. المهم أن هؤلاء الميليشيات القذرة الوقحة هي التي تفسد في العراق وتقود العراق وتجعل من العراق ساحة للعب الآخرين مثل إيران والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الدول التي لم تجعل من العراق يوما بعد 2003 إلى حد الآن سوى أنه ملعب لهؤلاء الدول لتتصارع فيما بينها، لتكتل فيما بينها، لضرب أي قوة عراقية صاعدة لتجعل من العراق أن يعيد ولو جزئيا دوره التاريخي ودوره القومي ودوره الريادي. بطبيعة الحال الغالبية العظمى من العراقيين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير، كيف تقرأ مقاطعة العراقيين للعملية السياسية ونتاجات العملية السياسية بعد طبعا هذه النتائج واضحة؟ هناك تنافس من قبل الميليشيات على المناصب، وهناك أبواب للفساد مفتوحة، والبلد يعاني من تدهور مستمر. قراءتكم لمقاطعة العراقيين للعملية السياسية؟ حقيقة هذه يعني لهم التحية ولهم التقدير لهؤلاء الشرفاء الذين قاطعوا هؤلاء الخونة ذيول إيران، لهم منا كل الشعب العراقي لهم منا التحية، ونحن نجلهم ونجل الذين استشهدوا من أجل العراق في حدود 700-800 عراقي بطل قادوا ضد هؤلاء الذيول التابعة لإيران. ولذلك إنه عاقبت هؤلاء الجماهير، عاقبت هؤلاء الذيول بأن حتى الذي ذهب لا ليس انتخابا لهم، وإنما انتخب آخرين غير هؤلاء. والذين لم يأتوا للصندوق الانتخابات هو عقابا لهم بأنهم هؤلاء أنتوا حجمكم، بالرغم من هذا العامري توسل باسم المرجعية وباسم المذهب، ولهم فيديوهات في هذا الموضوع، وأنه أنتم يا أبناء يا أمة الحشد، يقول له يا أمة الحشد، ماذا من جايب هذا التعبير الوقح، يا أمة الحشد. طيب. وآخر وآخر وآخر. دكتور نعمة، في ظل هذه يعني العملية المسمى بالعملية الانتخابية التي لم تفرز شيئا يعني يفيد العراقيين بشيء، من وجهة نظرك كيف ترى حظوظ الكاظمي في العودة من جديد إلى المشهد كما جاء في منذ البداية كحل وسط؟ أخي إذا تسمح لي قبل أن أدخل بهذا الموضوع أريد أرجع على موضوع أنه السنة، أبناء السنة، أنه عليهم أن يتكاتفوا وأن يعيدوا نفسهم ويلعنوا إيران ودعمها لإيران. هؤلاء نعرف أنه هذول ما يسمى القيادين من السنة كلهم جاءوا بدعم إيراني صرف، لكن الآن أنتم تمكنتم فابعدوا عن هؤلاء. دكتور يعني ثورة تشرين، نعم دكتور، ثورة تشرين عندما جاءت محطمة لصنم الطائفية الذي جاءت به إيران بعد احتلال العراق. نعم. الآن هل ترى بأن الكاظمي لديه حظوظ للعودة للمشهد مرة أخرى؟ الحقيقة أخي العزيز يعني بهذا الموضوع تحدثنا قبل 4 أيام أو 5 أيام مع جماعة أيضا لهم باع في العلاقات الدولية والسياسية. الكاظمي حظوظه كلش قليلة لأن إيران ليس راضية عنه، إيران لا ترضى عن الكاظمي، بالرغم من أن الكاظمي إنسان مطيع لهؤلاء الذيول، لكن بعض القضايا بعض القرارات اللي تعتبرها إيران هي ضد مصالح الذيول وضد مصالحها، الكاظمي راح وقعها مع الأمريكان، فهذه تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدولية بالرغم من بالنسبة لإيران. وعليه فإن حظوظ المالكي أعتقد أنه قليلة جدا جدا. نعم.
شكرا جزيلا لك من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعم الراوي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم.